طيبة للجميع. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول أن هذا النجاح أو نجاح المسار الانتخابي هو نجاح للجزائر، نجاح للشعب الجزائري كاملا. لا يفوتنا أيضا في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة الهيئة الناخبة في الجزائر وفي الخارج، كما لا يفوتنا أيضا أن نشكر كافة المواطنين الجزائريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي وتوجهوا بقوة إلى صناديق الاقتراع، وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على الوعي السياسي للشعب الجزائري. أيضا بهذه المناسبة ننوه دائما بالمستوى العالي الذي أبان عليه المترشحان للانتخابات الرئاسية، المترشح عن حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، خلال الحملة الانتخابية التي كانت حملة انتخابية نوقشت فيها الأفكار، نوقشت فيها البرامج، خدمة للوطن، خدمة للجزائر. ختاما أتوجه بجزيل الشكر لكل الشعب الجزائري، نتمنى التوفيق للسيد الرئيس في مهامه النبيلة. شكرا لكافة أسرة الإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.